هذا كان مدافع في سياق المجهودات المبذولة من طرف مصالح أمن ولاية الأغواط في شقها الخاص بمحاربة الجرائم الاقتصادية والمالية، تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة أفلو أمن ولاية الأغواط من حجز كمية من المواد الاستهلاكية منتهية الصلاحية وأخرى غير مفوترة كانت موجهة للبيع، وذلك على متن شاحنة من نوع إيفيكو تم توقيفها على مستوى حاجز المراقبة التابع للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالمدخل الشمالي للمدينة مع توقيف سائقها البالغ من العمر 32 سنة. العملية مكنت من حجز مواد استهلاكية وسلع قدرت قيمتها الإجمالية بأكثر من 70 مليون سنتيم.